مدينة تلبيسي سوق الأعدام من الدفعة الثالثة إلى مدينة حمص في الريف الشمالي. أخي الكريم شو بتحب تقول أخي؟ خلاص من حمص. لا والله لا بدنا حبوا إنه إذن الله راجعين لنا. يعني إحنا طلعنا بكرامة وما طلعنا هيك، يعني لا يفكر إنه الجيش الأسد إنه أخذ حمص بالقوة، لا ما أخذها بالقوة. نحن طلعنا وبإذن الله هلا رح نقوي حالنا ورح نرجع نفتح من أول جديد بإذن واحد أحسن. إن شاء الله إن شاء الله. تعود عليك الجبالي. إن شاء الله. تلبيسي أعداد من الدفعة الثالثة بسوار حمص العادية.